أداء أمني يعكس ما وصلت إليه طالبات الكلية من مهارة في أعمال المطاردات والاستيقاف والقبض والتفتيش وحراسة وتأمين الشخصيات. بمناقشة المتهمين عقب ضبطهم وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى باقي البؤرة الإجرامية والتي تبين أنها اتخذت من مبنى سكني في منطقة نائية وكرا لها. نشاهد من أقصى يمين المنصة قدوم القوات مستخدمين مهارات الإخفاء والتمويه لاستطلاع ورصد العناصر الإجرامية، وذلك استعدادا لمداهمة وتطهير تلك البؤرة. قامت القوات بتسكين مجموعات القناصة في أرض الاحتفال، والتي تحقق للقناص الرؤية المناسبة للمبنى المراد اقتحامه مستخدمين مهارات الإخفاء والتمويه. ظهور عنصر مسلح تابع للخلية أعلى المبنى المواجه للمنصة، قام فريق القناصة من يسار المنصة مستخدما مهارات الإخفاء بالتعامل معه. ظهور عنصر مسلح آخر يتحرك أسفل المبنى، قام فريق القناصة مستعينا بالإخفاء الشجري بالتعامل معه. ونشاهد من اليمين واليسار قدوم مجموعات القطع والعزل والحصار ممثلة في مدرعات الفورد بات والمدرعة الشربة لإحكام السيطرة على مسرح العمليات، والتي تقل طلبة كلية الشرطة ورفقاء دربهم من طلبة الكلية الحربية. من يسار المنصة نرى قواتنا في استعداد لعمل ممرات آمنة لإخلاء المدنيين للحيلولة دون إصابة الأبرياء والأطفال. قوات تم تدريبها على فداء أهلها، يقدمون الغالي والنفيس لحماية الأرواح والممتلكات. وأمام المنصة نرى وصول قوات مجموعات الاقتحام الأرضي بسيارات الدوج رام المصفحة، في حين نشاهد من أقصى اليسار قواتنا أثناء إخلاء المدنيين، كما تتقدم قواتنا تجاه المنزل من بوابة المنزل الخلفية. ونرى من أقصى يسار المنصة وصول سيارة الاقتحام متعددة المهام والمنضمة حديثا لقوات المهام الخاصة، التي تمكن القوات من اقتحام الأدوار المرتفعة للسيطرة على المبنى من أعلى لأسفل، والمزودة أيضا بسلمين هيدروليكيين، وتستخدم في عمليات الاقتحام والإنقاذ وإخلاء المصابين والكشف عن المفرقعات، حيث يصل ارتفاع السلم لأكثر من 10 أمتار. كما تتيح للقوات الدخول إلى أكثر من مستوى في آن واحد. نشاهد الطلبة بالطابق الأرضي أثناء تنفيذهم لأعمال الاقتحام والتطهير على الأهداف التفاعلية، كما نرى أمامنا القوات أثناء النزول بالحبال بالأوضاع المختلفة للتأمين. بدء اقتحام الطابق الثاني، نشاهد بالطابق الثاني أحد المطلوبين يقوم بإطلاق النيران تجاه أحد الأبواب، تعذر دخول القوات، تم تطوير الهجوم والدفع بكلب الاقتحام الذي يحقق عنصر المفاجأة، وتتوالى موجات دخول قوات الاقتحام. إصابة أحد قواتنا نتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم استدعاء المسعف القتالي من سيارة الاقتحام لأعمال الإسعافات الأولية. اخطار من قائد المأمورية باحتمالية وجود عبوة متفجرة، يتم الآن إخلاء القوات للتعامل مع العبوة. تم الدفع بالروبوت آيكور T5 من سيارة الاقتحام بواسطة خبير المفرقعات عقب إخلاء المبنى بالكامل من القوات، وذلك من خلال التحكم به عن بعد للفحص والتعامل مع الجسم المشتبه به، وفقا لقاعدة أن المسافة هي أفضل صديق حين التعامل مع المفرقعات. تم إبطال العبوة.
ظهور مفاجئ لأحد العناصر المتواجدة في المنزل المتاخم للعناصر الإجرامية بأحد الأسلحة الثقيلة، وتبادل لإطلاق النيران مع مجموعات الحصار. تقوم المدرعة الشربة بعمل إسكات للنيران، بينما تتقدم مجموعات الحصار لاقتحام المبنى تحت ساتر نيراني من المدرعة الشربة. تقدم القوات الآن لاقتحام المبنى للقبض والسيطرة. تم ضبط البؤرة بالكامل بمعرفة قواتنا، حيث كبدت العناصر خسائر